السلام عليكم. من المهم كبيم كوردريتور ان انت تقدر تعمل ورك سيت وتقدر تجهز الشغل او الملف للناس اللي شغاله معاك البيم سبيشاليست. فاول حاجه هعملها عشان اعمل الموضوع دوت ان هدخل قائمه كولبريت واقول له كولبريت، يقول لازم سيف في الموديل، اقول له ماشي سيف في الموديل. بيسالني سؤال، هل انت عايز تعمل الموضوع دوت على نتورك ولا على بيم 360؟ بيم 360 دوكمنت مانجمنت، ده اونلاين بحيث ان انت ممكن تشتغل من اكتر مكان، يعني من اكتر من دولة. طيب خلينا دلوقتي كنتورك، الاقي ان هو بدأ يعمل لي حاجة اسمها الورك سيت تتفعل، وهنا الورك سيت تتفعل، وهو عمل لي 2 ورك سيت. لو انا كده ابص هنا الاقي ان هو عمل لي 2 ورك سيت. ورك سيت 1 حط فيها اي شغل في المشروع، وفي حاجة اسمها شيرد ليفل اند جريد، ده حط فيها بس الليفل اند جريد اللي موجودة في المشروع. اقدر اكتب اي واحده فيهم، اكتب اي واحده فيهم على اساس ان اي شغل هيتعمل هيتحط فيها. يعني انا دلوقتي هشتغل ليفلات او جريد، هختار الورك سيت ديت وابدا اعمل الجريد اللي انا عايزه بالشكل دوت. فلما تيجي تعمل سيلكت على الجريد هتلاقي الورك سيت تحته شيرد ليفل اند جريد. لو بترسم حائط يبقى لازم تغير لورك سيت 1، بحيث لما تيجي ترسم الحائط بتاعك تعمل سيلكت على الوول. طب انا بعمل سيلكت على الوول ما بتعملش، اكيد الديسيبلين بتاعي ميكانيكال، اغير الارتكشر وبعد كده اعمل سيلكت على الوول واجي هنا الاقي ان هو بقى ورك سيت 1. طب اقدر اضيف اي ورك سيت تاني؟ اجي هنا واقول له انا عايز اضيف واحده خاصه بالوول. خلي بالك ان ده مجرد اسم، ده اسم بيتحط في الحاجات. يعني لو سميته وول مش معنى كده ان الوول لازم يبقى موجود جواه، لا، انت اللي بتبدا تحط كل العناصر ديت جواه. يعني على سبيل المثال لو في نفس المشروع شغالين فيه معماري وانشاء وكهروميكانيك وعامل واحده لكهرباء الكتريكال، يبقى لازم بتاع الكهرباء يحط شغل فيه ولازم يقفله ان ده بتاعه هو. طب قدر هو حط شغل على حاجه تانية، دي هو يبقى كده غلطان. طب قدر هو ما قفلهاش، ما خلاش محدش يغير فيها غيره، برضه هو اللي غلطان. لازم كل شغلك يبقى في الورك سيت بتاعتك وتخلي مفيش حد يعدل فيها غيرك، تخلي انت الاونر. انت ممكن تعمل سيلكت مثلا على اي واحده فيهم وتقول له نون اديتابل، يبقى دي خلاص انا مش قادر اعدل فيها. هو بيقول لازم سيف قبل ما تعمل الموضوع ده، خلاص يبقى اي حد ممكن يشتغل فيها. تمام. طيب هنا بيكتب لي اسم الورك سيت، بيقول لي انت تقدر تعدل فيها ولا لا، الاونر مين، ممكن يكون مثلا انت عايز تعدل على الورك سيت مش بتاعتك، فخلاص تشوف الاونر مين وتبعت له ريكويست. البرور، في حد استلف منك حاجه من الورك سيت دي ولا لا، اوبن تقدر تشوفها ولا لا، فيزبل ان اول فيو ولا لا، وهنا نيو تقدر تعمل ورك سيت جديده. هنا جراي الورك سيت اللي مش متفعله معايا خلي لونها خفيف شويه، اركز على الورك سيت بتاعتي. هنا بيقول لي انت كده شايف الورك سيت كلهم اللي هو الليزر كرييت. هنا تقدر تشوف الفاميلي، تقدر تعلم على اي فاميلي وتقول له نون اديتبل، تمام، بحيث ان اي حد تاني يقدر يعدل فيها. البروجكت ساندر بيبدا يجيب لي الاعدادات بحيث ان انت ككوردينيتور محدش يقدر يعدل فيها غيرك، زي اليونت، زي الفيو تايب، زي الواير تايب. هنا بتقدر تشوف كل الفيوهات والسكشن، فاي فيو او سكشن تقدر تقول اي حد تاني يعدل فيه. طيب هقول له كده اوكي، بيقول لي عايز تخلي الول هي الروك سيت دلوقتي، اقول له خليها هي الروك سيت، وبعد كده هسيف. وبعد كده هقفل، وبعد كده هقول له اوبن وهفتح الملف دوت. بلاقي ظهر لي 3 اختيارات تحت. يونت بيبدا ينضف لي الملف دوت لو في اي مشاكل، فالاختيار ده بختاره مثلا كل اسبوع كل اسبوعين، بس هو بيطول. يعني لما بختاره بيفتح بياخد وقت اطول. كريت نيو لوكال بياخد نسخه من الملف اللي موجود على السيرفر ويخليه عندي على الدرايف بتاعي. يعني ده البروجكت 3 ده هو ده اللي موجود على السيرفر، هو بياخد نسخه لوكال طول ما انا شغال بشتغل على اللوكال، وبعد كده بعمل سنكرونايزيشن بياخد الشغل بتاعي يرفعه على الملف اللي موجود على السيرفر، واي شغل موجود على السيرفر يجيبه ويحطه عندي بحيث يبقى فيه ابديت. ده يحل لي مشكله
ان احنا كلنا نشتغل على نفس الملف ونعطل الشبكه. لا، انت بتشتغل على اللوكال وبعد كده تبعت الشغل بتاعك. ديتاتش الاختيار ده بختاره لما اكون عايز اخد نسخه، والنسخه دي تكون مفصوله عن النسخه اللي موجوده على السيرفر. دي نسخه اخدها مثلا كل اسبوع مثلا كاركايف للشغل بتاعي، بحيث اتاكد مثلا بعد الشغل كان عامل ازاي من شهرين من ثلاثه. طيب يعني ده بستخدمه لما اكون عايز نسخه مش مرتبطه بالنسخه بتاعت السيرفر، ممكن ابعتها مثلا لاي حد من العملاء بتوعنا، اقول له كرييت نيو لوكال. تمام، لما تيجي تعمل سيلكت على اي عنصر هيبدا يقول لك ده موجود على اني ورك سيت. المفروض بنعمل ورك سيت تانية لاي حاجه متاخده لينك، تمام، بحيث ان كل اللينكات تبقى موجوده على ورك سيت واحد لينك. اوكي، ممكن دلوقتي الوول تقول له ايه، انا مش عايز انا ابقى الملك بتاعها. تمام، خلاص اقول له، بيقول لي عايز تخلي الورك سيت هي اللينك هي الاساسي دلوقتي، اقول له نو. اقدر اعمل سيلكت على الشغل اللي معمول لينك دوت واقول له بدل ما هو موجود على ورك سيت 1 اعمله على اللينك. دلوقتي هفتح نسخة جديدة من الريفت وهدخل في الاوبشن، اغير اسم اليوزر لاسم اخر كأن انا شغال على جهاز تاني يعني. اوكي، دلوقتي هروح للشاشة الرئيسية، اجي هنا اقول له اوبن واختار الملف ده دوكومنتس. خلي بالك هو عمل اسم المشروع وبعد كده كتب اسم اليوزر، فاول ما انا هفتحه باليوزر الجديد هيعمل نفس الفكرة. اجي هنا اقول له انا عايز البروجرام فايل، عايز اوتو ديسك، عايز ريفت 2019، واختار الملف دوت. هلاقي حاجة اسمها كرييت نيو لوكال، اوبن كده. انا كأن انا بفتح من على جهاز تاني بيوزر تاني. خلي بالك اسمه بروجكت 3 عمر 3. طيب دلوقتي لو انا جيت اعمل تعديل على العنصر دوت، جيت امسكه وقلت له عدل، رفض، قال لي ما تقدرش تعدل لحد ما عمرو سليم يوافق او يسيب العنصر دوت. هقول له بليس ريكويست واروح لعمرو سليم اهوت، هيجي لي الرساله ديت بيقول لي ان في حد طالب التعديل. اقول له شو، وريني فين التعديل، اسمه ايه، عمرو سليم. طب هقول له جراند، جراند خلاص يبقى انا وافقت على التعديل، يبقى انا مش من حقي ان انا اعدل، اللي من حقه الوحيد يعدل اللي هو عمر سليم لان هو اللي معاه العنصر دوت. هاجي هنا الاقي ان انا من حقي ان انا اعدل، افضل اعدل براحتي خالص مفيش اي مشاكل. ممكن اعمل سيلكت على مجموعه من العناصر واروح دايس رايت كليك واقول له انا عايز الاليمنت دي اديتبل، يعني انا عايز صلاحيه ان انا اعدل العناصر دي كلها، او الورك سيت، يعني العنصر ده موجود في ورك سيت مثلا اسمها وول، يبقى انا من حقي ان انا اعدل. ولو جيت تبص هنا هتلاقي ان بورور عمر سليم مستلف حاجه من الورك سيت اللي اسمها وان دي. ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له ميك اليمنت اديتبل، هيبعت ريكويست، هيظهر لك الريكويست، فانت تقول له جرانت، يعني توافق او ترفض. طيب خلينا هنا، هاجي هنا اقول له اعمل سنكرونايزيشن. نعم، سنكرونايزيشن بيجيب لي الرساله دي بيقول لي الموديل موجود فين، تقدر تقول براوس وتختار مكان اخر لو انت نقلته، كومباكت يعني قلل لي المساحه بس بياخد وقت. هنا بيقول لي بعد ما تعمل سنكرونايزيشن، افتر سنكرونايزيشن، ريلينكش ذا فولوينج ورك سيت اند اليمنت، الحاجات اللي انت ماسكها هتسيبها. ممكن تسيب مثلا بروجكت ستاندرد، ممكن تسيب الفاميلي ورك سيت، الفيو ورك، هنا البورور انت استلفت حاجه هتسيبها. طيب هتكتب له مثلا كومنت بتتكلم حاجه تكنيكال ان في حاجه فيها مشكله، وبعد كده تقول له سيف لوكال فايل بيفور اند افتر سنكرونايزيشن وسنتر، بعد ما تعمل سنكرونايزيشن سيف الشغل بتاعك، قول له اوكي. فالبرور الحاجه اللي انا استلفتها خلاص سبتها، هتلاقي الاسم الشطب من هنا. طيب لو انا عايز اشوف موضوع الكومنتات ده اللي احنا لسه قايلين عليه، تقدر تيجي هنا
وتقول له شيو هيستوري، تختار الملف اوبن، فيبدأ يجيب لك مين اللي سيف، ولو حد فيهم كتب كومنتات تبدأ تظهر معاك هنا. ده مهم جدا بحيث ممكن تكون انت روحت وتلاقي حد غير في الملف، عايز تعرف مين اللي غير، فتقدر تقفشه من هنا، وتقدر تعمل اكسبورت الملف دوت على اي ملف تكست وتبعته للمدير بقى ايه هو يتصرف معاك.